نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الخميس 12/12/2013. عاصفة أليكسا التي خالفت التوقعات أثارت عاصفة من التعليقات والانتقادات لكيفية التعاطي مع الموضوع، فالبعض رأى في تخويف المواطنين من العاصفة وتعطيل البلد الطريق الأسهل لتدارك تداعياتها وتهربا من المسؤولية. أما العواصف السياسية فالجميع يترقبها بالوقوف بالمرصاد، بوقوف كل فريق بالمرصاد للفريق الآخر ولما يمكن أن يتعاطى فيه كل فريق مع الاستحقاقات المرتقبة من موضوع مبدئيا الحكومة والحديث عن إمكانية تعويم حكومة تصريف الأعمال إلى موضوع التمديد لرئاسة الجمهورية وإمكانية تشكيل حكومة أمر واقع يصفها فريق 8 أدار قبل موعد الاستحقاق الرئاسي وغيره. وطبعا الانتظار الأكبر هو للتطورات السورية والمتعلقة خصوصا بما يمكن أن ينتج عن مؤتمر جنيف 2، وخصوصا أن يبدو أن الجميع حتى الآن ذاهب إلى جنيف 2 وبعدما صدر أمس عن مؤتمر الكويت لدول الخليجية في هذا الموضوع. ولكن وقف المساعدات الغربية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا للمعارضة السورية في شمال دمشق، هل يمكن أن يؤثر على موقف المعارضة من المشاركة في جنيف 2؟ مواضيع كثيرة سنطرحها في خلال هذه الحلقة، من سياسية محلية وإقليمية ولكن سنبدأ في البداية مع موضوع العاصفة وما يمكن وما كان يمكن أن تخلفه من أضرار ومن تعطيل. حصل هو التعطيل ولكن حصل بصورة استباقية، مع الأستاذ رياض الأسعد، المهندس رياض الأسعد، رئيس مجلس إدارة الجنوب للأعمار. لك نهارك سعيد. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ رياض. امبارح هيك تابعناك على فيسبوك شوي، بتقول منظر الأولاد بالبيت اليوم معيب، وبعدهم اليوم بالبيت الأولاد مع أنه تأس حلو برا يعني. صحيح. وشمس وهيك، في تأس مريح يعني. صحيح. وبايام وبعز، ويا اخي شوف هيك ما بيقولوا القسم الحلو من هاللي صار من هالعاصفه، يعني لانه ضروريه يمكن بهيدا الوقت تتساقط الثلوج. هيدا خير مثل ما بيقولوا المواطنين بيتفائلوا فيه. امبارح حتى لو كان هربا من المسؤوليه القرار بتعطيل المدارس وتخويف الناس ريح السير بشكل كتير كتير حلو كتير. واليوم مستمر يمكن. ايه. بقى كيف في إلى إيجابيات هيدا الموضوع، بس بالسلبيات يعني إنه هيك بنوع من التهكم يعني للموضوع. حضرتك شفت إنه يعني الأهل والولاد بهالأيام غير عن قبل، تغير المأكل والمشرب، كورن فليكس وبيبسي، نوعية المدارس والبنيان غير عن قبل، مثل نوعية عمار حبس رومي مثلا، العواصف الحالية مع أسماء سكسي غير الماضي، بعد زوال النظام الشيوعي يعني، والعواصف الروسية أصبحت بلا هوادة، البنى التحتية والفوقية كانت شيء وأصبحت شيء، يعني كان ضروري بلا تونلات وبلا مطار وبلا طرقات وما بتطوف. وبدنا نحكي عن هالموضوع، يعني أنت عم تنتقد وكأنك ما لك علاقة بكل الموضوع. مزبوط. وأنت لك علاقة. يا ريت او الى لا كنت شفتي نص الناس بالحبوسه. هلا قديش لك عليه او قديش عليك مسؤوليه، وخصوصا انك كنت حاضر كمان اجتماع لجنه الاشغال العامه اللي طرحت موضوع يعني ما وصف بفضيحه يعني نفق الكوكودي الاسبوع الماضي وقتها عامت. صحيح. بالمياه. صحيح. خلينا بس قبل نروح على جولة على الطرقات لنشوف حركه السير لصباح اليوم. منبلش من يعني من المناطق المغطيه عاده بكاميراتنا الصباحيه، عم اوتوستراد. شفت كيف مرتاح السير اليوم باتجاه، بس بدل ما تغطوا الطرقات غطوا المجارير افضل. مجارير هلا رح نحكي عنها، مش هيك؟ مش هيك؟ حطوا كاميرات بالمجارير. حط كاميرات بالمجارير، بدنا نضويها للمجارير تنقدر نقشع. بالدوره كمان حركه سير كثير مرتاحه، كمان جسر شارل الحلو حركة سير عادية، ساحة سيسين كمان طبيعية الحركة بالحمراء، أيضا المزرعة حركة عادية،
طريق المطار كمان ما في مشكلة، وصيدا حركة عادية. على كل حال هي العاصفة يمكن الحالي. هي كانت متفاوتة القوة من منطقة لأخرى، لأنه انحكى بالجنوب والشمال صار في أضرار كبيرة. يعني الجنوب حتى ما بيصير في أضرار أبدا، كله مستتب، كله بحماية المقاومة. لا كله كانت أهله أبدا. كنت خايف على المزروعات امبارح سألت، قال إيه؟ الجليد عالي كتير، فما ما في عنا جليد، لذلك نحن أرضنا مرتاحة. ما بعرف الشمال شو فيه، بس البحر ما كان كتير مرتاح. يعني يقال انه مرفق سور عام بالغرق بالماء، حرام منه. حتى الصيادين بمرفق صيدا يعني هربوا القوارب تبعولهم يعني خوفا من الامواج العاتية. كان في شوية يعني كان في عواصف اقوى من غيرها بالجنوب وبطرابلس كمان، حتى صار في اقتلاع اشجار يعني معمرة وفي باخرتين. بيطلع معك انت بنهاية الحديث انه لبنان بلد صيفي، نحن لازم نضلنا مصيفين، لا فينا نستقبل شتاء لا فينا نستقبل مي. ليش بالصيف يعني أحسن؟ إيه بنعطش شوي بس على البحر والناس مبسوطة وكل الناس ما عندها مشاكل. بس حقيقة نحن هذه قصة الفصول الأربعة بطلنا معودين عليها. هي الناس مبسوطة بتكون بلبنان لو ما يعني بنعمل عليها هيك الضغط؟ مش عطول إنه هاي أليكسا إنه صار في عليها ضغط كتير، إنه أليكسا أليكسا أليكسا. طيب من 10 سنين نحن ما كانت تجلد وكنا نروح المدارس. بس هو بتعرف يعني هي العاصفة التخويف من أليكسا صارت بعد قصة نفق الكوكوتي. يعني وقت شتت الدنيا بهالقوة هديك النهار وعام النفق بهالطريقة وعلقوا الناس بهذا الشكل وغرقوا، هيدا اللي خلى كل الناس تخاف، كل المؤسسات والإدارات يعني المعنية والمسؤولة انه تشوف شو بدها تعمل، انه بركة اجت أليكسا حاملة معها هالقد. هو اللي خوف أبطل. خوف شغلة واحدة، خليني ذكرك انا من شهرين طافت بالكسليك وسنة الماضية حي السلم طاف كله. هو اللي خوف انه نفق المطار. نعم. فلذلك صار في الغدير. صار في تضوي. ايه لا هو النفق المطار نهر الغدير، بس النفق لو نهر الغدير فات على الناس كانت القصه مقبوله عند كثير من المعنيين. بس اللي مش مقبول انه علقت الناس 4 ساعات بالنفق بلا ضو بالليل وما في حلول. بس هيدي قصه كل البلد. سائبت انه تضوت على مرفق عام بلحظه معينه. أليكسا اجت لتكبر هذه المشكل، بس أليكسا مثلها مثل اخواتها. أليكسا مش كتير قوي، سنة الماضي اجينا عاصفة أكبر بكتير، والسنة اللي قبل صح اجينا صح. وأنا أنا بهذا المضمار عم بشتغل من دي مدة طويلة. بال98 غرق 2، بال96 مات 1. عنا مشاكل كتير بالأضرار ونتيجة السيول. المشكلة نحن عم نطلع دايما على الغريق وكيف عم بيغرق، مش عم نطلع على كيف بدنا نمد إيدنا ونشيله وكيف نساعده، كيف بدنا نمنعه يغرق بالاساس. وهذا الاساس دون حصول لهالغرق. مش انه على مين المسؤوليه، هذه واضحه. بس كيف نحن بنمنع انه تتكرر هالشيء، وامكانيه انه نحن نكون فعلا حقيقه فرق طوارئ على قد المستوى. هذه بنقولها دائما. بالحرائق بالزلازل بالانفجارات مطالبين نحن يكون عندنا فرق طوارئ. حرام هالشباب الدفاع المدني بتشوفيهم اجوا اول الناس بس باطفائيه. يعني كان منظر ملفت انه انت عم تغرق بنفق المي 1.60 متر، السيارات مغمورة وجاية أطفائية. إنه بتطلع إنه الأطفائية هاي لازم تكون عم بتطفي الحرائق أو الهليكوبترات الثلاثة العلقانين بالمطار اللي دفعنا حق دم قلبنا. لأنه الدفاع المدني بدو يجوا بآلية، بأي آلية؟ مش آلية، لازم يكونوا مخططين. في آليات هي معمولة بتعمل كل الأشغال هاي. بتعمل جرف ثلوج، بتشفط مي، بتقدر تقتحم مناطق صعبه. في اليات معينه. نحن عندنا منطق انه هاي سياره الاطفائيه هي لكل شيء. بس هلا طلع الحق على الاطفائيه؟ لا لا، عم بحكيك على عقليه الصيانه وعقليه الاسعاف. كمان نحن مطالبين يكون عندنا جهاز غير هالمتطوعين. خليهم يفوتوا على احتراف معين، يعني بيحترق سلافهم ليل نهار ولقاء انه هن متطوعين. طب خلينا نشوف يعني ليش صار اللي صار بنفق الكوكودي. يمكن حكيت بالموضوع بس نشرحه أكثر، لأنه كل واحد تخبر خبرية وطرحته يعني الرواية بقلب لجنة الأشغال. على كل حال من ناحية المسؤوليات بيقول نائب محمد بن رئيس لجنة الأشغال أنه فات مشربك ظهر مشربك أكثر يعني. بس اللي الرواية ليه صار اللي صار؟ الرواية هي التالي، مش رواية، الحقيقة. حتى ما نقول هذا بيحكي عن هذا وهذا بيحكي عن هذا، الحقيقة الواضحة. المطار هو مصرف لمنطقتين، للضاحية الجنوبية والجبل ولبيروت. بيمرق من خلال المطار لأنه هو على البحر، بيمرق من خلال المطار مصارف عديدة لمياه الأمطار للمجاري. نعم.
بيمرق خطين مجارير كتير كبار ومياه أمطار، واحد اسمه قناة القسيس ومجلس المعمار والدولة اللبنانية بالخطة 246 اللي حكى فيها النائب علي عمار مع محمد أباني، عملوا رفع على مستوى الخدمات كلياتها من ضمن نهر القسيس، وهو قد الغدير على شي 4 مرات. وفي عندك النهر الثاني اللي اسمه نهر الغدير. نهر الغدير بيبلش من بسوس وبينزل وادي شحرور كفرشيمة شويفات، وبيقطع كل هالبلديات، بيقطع كل هالطوائف، بيقطع كل هالمحسوبيات السياسية ليوصل على طريق الجنوب بسموه طريق الكوكودي الجنوب. نعم. طريق الجنوب بيوصل على الشرق، بيقطع الطريق على ظهره للتونيل، بيقطع على ظهره للتونيل وبيرجع بيفوت لا على المطار ولا على الطريق، بيفوت بقناة بموازات المطار تقريبا شي 800 متر، وبيرجع بينزل ب4 أنفاق تحت المدرجات ليطلع بالبحر. إذا النظرة إلى نهر الغدير ما فينا نقول وين طاف وكيف طاف، بيطلع عليها من أولها لآخرها، أي بيطلع عليها من البحر رجوعا إلى محل ما صار المشكل. المشكل صار أنه نهر الغدير كان شيء وصار شيء، تعديات من كل الأطراف، النهر وأوساخه، الكمية القرف اللي نزلت فيه بهديك الوقت، وهو ما نهر لازم يتنظف بشكل دائم مش بس يوم واثنين وثلاثة. وبالمناسبة كمان هذه ملفتة، انه فوق هناك عندك بهالنقطة بالذات حيث بيقطع نهر الغدير عندك 4 صلاحيات متضاربة، بيقطع تحتها في وزارة الأشغال، هو تابع لوزارة الطاقة، بمحاذاة مطار بيروت على حرم إدارة بلدية شويفات. إذن في تضارب بهالنقاط هاي، بسموها أنا بسميها نقاط الالتماس أو نقاط التخلي. لا مش أنا، لا أنت، لا مش أنا، لا مش أنت. إذن لما قطع فوق هالتونيل وتوجه لا بالمطار ولا بالطريق نحو الأنفاق تحت المدرجات، كانت الأوساخ كتير كبيرة، عليت المي. عليت المي رجعت للنقطة اللي هي الأضعف على المدخل فوق النفق، نزل المي لتحت بالنفق في محطة. هذه المحطة بتدور لسحب المياه. هي كانت عم بتدور، لما اجت الكمية الكبيرة سكرت المحطة وطفت المحطة. طفوها في عندنا في المحطة عندها شيء اسمه PMS Program Management System، يعني هو من منطقة التحكم بيعرف المحطة امتى بتدور وليش تطفي، بتدور محطة بتطفي محطة ضخة، بتدور محطة ضخة حتى تستوعب الأمطار. لما اجت كمية الأمطار كثيرة عليت المي بالمحطة، شو عملت؟ ضربت الكهرباء تبع المحطة، طفوا المضخات الأربعة. هلأ عملت ميس أيضا شغلة تانية، طفت الكهرباء عن النفق كلياته. بهالوقت هيدا المي عالي، السيارات ما فيها ترجع ولا فينا نقدم. نحن تلقينا اتصال تقريبا على الساعة 4:15، كان صارت هي 3:30، ما قدرنا نوصل إلا من السقف، فتنا على حرم المطار، قطعنا المدرجات وفتنا من فوق. الساعة 7:30 شلنا المي من المحطات، 10 كانت مفتوحة الطريق. هلأ سنة الماضي صارت هالقصة، بس صارت بنطاق أضعف، بمنطقة أضعف. بس هو ليش عم بتصير؟ ليش ما صارت قبل؟ لأنه ما في تنظيف. هلا ليش ما في تنظيف؟ هلا نحن بنجرب نحط المسؤولية على وزير. أنتوا ملتزمين يعني؟ لا أنا ماني. أنت شو دورك كجنوب الإعمار بهالمطار؟ أنا كجنوب الإعمار بتطلب مني شركة ميس اللي هي مسؤولة عن صيانة المطار إجي نظف. ما طلبت مني إجي نظف، إجي طلبت مني إجي تنظف مؤخر لمحطة تانية، بس أنا دائما بتعاقد معهم، أنا بعمل مدرجات، أنا بعمل المياه، أنا بعمل بال2006 مثلا المطار لما كان مضروب نحن كنا عم نجيب المي، عم نشيل الركام، عم نصلح المدرجات. إذن اللي مش مسؤولية حدا، مسؤولية الكل. بالمطلق بالصغير إذا بنطلع بنغرق. طيب هذا المقاول اللي هو موجود هناك عمل عمل جبار، بس مش مسؤوليته، ما عنده عقد. اثنين، شو بده يقدر يعمل ليعمل؟ ما هو إذا بيقدر إذا بيضلوا عم ينظف ليل نهار في عندك موضوع تحت تحت النفق. ثلاثة، هو بيقدر ينظف المساحة هاي بس عم في بحكي عن حالك؟ لا عن مين؟ عم بحكي عن المقاول الآخر الموجود هناك. نعم. طيب وإذا نظف هالمنطقة في منطقة تانية غير مسؤول عنها، خارج عن إطار وزارة الأشغال. بعدين أكثر من ذلك، هذه مش مسؤولية وزارة الأشغال، وزارة الأشغال فوتت عملية التنظيف لأنه كان في مشكل مع وزارة الطاقة حول كيفية التنظيف. طيب أكثر من ذلك، كل هالمقاولين واحد مثل أنا منهم، أنا لليوم لأتبلغ عملية التنظيف. نحن صرنا 3 أشهر على الأرض هيك، لأنه طلب منا الوزير وبيمون علينا، علما أنه تعبنا سنة الماضي وقبلها وقبلها، تعبنا بالمونات وخايفين نحن حقيقة أنه بكرة تتشكل وزارة بيجيكي وزير بخط سياسي آخر أو ما بده أو عنده مصالح معينة بيقول لك أنا مالك معي شيء، ونحن مالنا معنا شيء. لذلك في كتير ناس مثل ما بقول بالعامية بنفقوا على اللبنة مش على اللبن قد ما كواهن الحليب. فمع هيك وكله
المقاول هناك ما بيقدر يعمل شيء. طيب وقد ما كان ينظف اذا ما قدرت تنظف المخرج اللي هو مدخل التونلات ما رح تقدر توصل لمحل. فالمسؤوليه طب هل صحيح انه لانه انا قريت باحدى الروايات اللي نشرت بالصحف انه يعني التنظيفات يعني من 9 سنين لليوم مش منظف يمكن هذه المسارب اللي عم تحكي عنها؟ اولا المسارب تحت المطار انا بعرفها من زمان، ما بعرف اذا بعمرها تنظفت. هي واحد تنظف مداخلها لانه هي صعبه غميقه، تنزل تحت المدرجات، وإذا بدك تفوتي لها بدك تفتحي بالمدرجات، أنا بدك تعملي فتحات تهوية. يعني اللي عمل الدراسة وقت نفذوا هالموضوع ما كان عامل حساب إنه الزبالة إنه اللبناني هيك عنده هوية بالزبالة؟ لا هو ما كان عارف إنه رح يصير في تعديات. يعني معلش هون كمان يعني معلم أنا عامل وعظ بس أو إنه مطار بيروت بلش درس تربية، بس إنه هذا اللبناني بضل طالع له مع الدولة وبضل ينزل والدولة شو عملت؟ ايه؟ انه هو شو ما بيشوف حاله شو عم بيعمل كيف عم بكب زباله وبيرجع بيحمل المسؤوليه. غير هيك بيرت بس زباله، زباله بقر برادات بواب سيارات اللي بدك اياه. انا مره لما بلشت المشروع كان فضل الشرق رئيس مجلس مؤمن العمار على راس السنه قلت له جيب لك هديه، جبت له صندوق كبير هيك فتحه طلع قال لي شو هاي، قلت له هذا دوشكا، قال لي وين جبته هذا الدوشكا، قلت له من مجارير برج حمود، واذا بدك طلقاته موجودين، كانوا يكبوا سلاح كمان بالمجارير شو ما بدك بيكبوا. يعني مجاريرنا نحن هي النقاط السائبة. هلأ قول وين صرنا، وين كنا، وين صرنا، في تقدم كبير. بس بموضوع هالنقطة هاي رح يضل في عندها مشكل إلا إذا حلينا حل جذري موضوع نهر الغدير. هلأ بس هي المشكلة هون. ليش الكارنتينا مش مشكلة؟ بلا مشكلة. أنا إذا بدك مشكلة أكبر، سنة الماضية نحن كل ما بتشتي كنا نغرق ونحن كنا مسؤولين. بس أنا بدي شو نظف إذا ما في عندي بنى تحتية؟ شو بدي يشيل؟ شو بدي اعمل صيانه؟ بعمل صيانه بوقف انا وبتفرج وعندي هالمضخات بدورها بسحب المي، بس اذا المي اكبر من هالمضخات واذا النهر طاف واذا البحر طاف واذا المسلخ بقرات ورجعوا علي واكلناهم بعد بالمناسبه، واذا معمل السمك اذا السمك اذا سوق السمك كمان طاف السمكات وسكروا المجاري شو بنعمل؟ طيب مسؤوليه مين؟ هلا نحن بنحكي 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 اوكي، بس الحل شو؟ الحل انه ما بدنا نعمل مسلخ، ما بدنا نعمل سوق خضره، ما بدنا نعمل سمك سوق سمك، ما بدنا نعمل محطة تكرير، ما بدنا نشيل التعديات على نهر بيروت ومنطقة الكارنتينا، ولما بتطوف بنقول حق عمين. أنا ما هاي بسأل. مشان هيك نحن كمواطنين وهذا الفيسبوك هو هيك، وإذا بدك أنا جزء من أهدافي الكتابة اليومية هو توعية إنه يكون في عندك فكر نقدي إنه نحن وين وهني وين. هني هلأ بدو يغرقوك بالألكسا، بعدين بدنا نغرق بعواصف سياسية ممتدة من إيران واصلة للقوقاز رايحة على البيت الأبيض، ونحن همنا اليومي ما حدا بيفكر فيه وما مجبور فينا نفكر فيه. لما نبلش نفكر بهمنا وكيفية الإنقاذ وكيفية تطوير حياتنا شو لهم دور هالجماعة؟ ما لهم دور. يعني ما فينا نستثني حدا، الجميع متورط بهاي العملية الفساد الكبرى. يعني أنا بنظري البلد صار منتهي ولازم ننعي، كل مرة أنا بنعي. هلأ عم ننعي بموضوع الطوافين، بكرة بننعي بموضوع الزبالة، عم ننعي بصفقات معينة بلحظات معينة. هيدا دليل انهيار الدولة. حبس رومي مش دليل انهيار الدولة؟ دليل انهيار. هلأ صار في عنا مخدرات، شبكة مخدرات من جوا ومن برا بتدير كل المخدرات بلبنان. نعم. ايه منيح ماشي الحال. يعني صرتي هلا اذا امبارح مليون حبه كبتاجون كله رايح السعوديه، ما بعرف ليش مركزين على السعوديه. 30 مليون و20 مليون ونص مليون. ايه فاذا نحن صرنا مركز يعني. وبالمناسبه اذا بتقري الاورجواي امبارح شرعت زراعه الحشيش وبيعها، وبتركيا والمغرب في صفقات مع سوق الاوروبي المشتركه لتخفيف الضغط على المناطق الفقيره. تركيا بطل بس المغرب بعدها بيشتروا شويه كميات شرعا من الدوله. طيب نحن عندنا 30 الف طن فوق حشيشي هالسنه مش عارفين شو بدنا نعمل فيهم. بدنا نتلفهم ناخذهم منبيعهم ومنجيب خيام مثل عالم الناس وبيوت مثل عالم الناس ومخيمات مثل عالم الناس لهاللاجئين السوريين اللي عم بيموتوا برد. هلا صار كل واحد منا قلبه عليهم. يعني هلا ايه بعد ما يعني المواطنين خلصوا من عاصفه اليكسا، بس شو بده يخلص الناس حين يعني من يعني هالسقيعه هاي البدايه عندك 3 اشهر رحيل. طبعا هذا موضوع كثير كبير كمان. بس خلينا اذا بدنا يعني لكن يعني ما في يعني مشان هيك يعني قال البين انه فات مشربك وظهر مشربك لانه ما عارف مين المسؤول وين المسؤول. قلت لهم بدكم رايي بنحط شخص
ايه يراقب بضلوا معه مسطره بس تعلي هالمي على هالمسطره بس توصل للاخر بيسكر النفق بتلفن للدرك سكروا النفق يا شباب بس ترجع تنزل افتحوا النفق انه لكان انه اذا رجعت يعني احنا ما خرجنا اذا صار في هطول امطار هلا بكميه اللي سقطت الجمعه الماضيه ممكن يرجع يعوم النفق من جديد هلا صار في عمليتين تنظيف كبار هاليومين ثلاثه وبتصور انا رح يصير في فريق دائم جوات النفق وبتصور انه التونيل اذا قدرنا بلشنا فيه اذا دلفنا بالتونيلات تحت المطار اذا قدرنا بلشنا ما هي انا عم بتقلي صعبه تنظيفه هونيك صعبه يعني في مكانات هذه المكانات باوروبا وهلا اوروبا اخر السنه ما حدا فاضل لنا اللي بدك مكنه بس صعبه هلا فينا نعمل تقريبا 70 متر مشان هيك قلت لك في عندنا مكانات بتقدر تعمل 70 متر بس لتقدري تفوتي لكل تحت المدرج قصه يعني بدك اجهزه تنفس بدك اناره بدك تحكم من بعد وبدك آلات بتسحب بضغط يعني بدك تقريبا مكنه قد الكاتربيلر على شي مرتين ثلاثه موجودين بس ما بعرف كيف بدنا نجيبهم بوقت معين السنة الجاية ان شاء الله لا طب هلا اذا ما اقول بلشنا خطوه خطوه يعني مثلا ازاله التعديات قد ايه بتساعد هلا موضوع اللي صار امبارح بالمجلس اولت امبارح بالمجلس النيابي كان مهم جدا انا نظري مهم انه في امور معينه حول حبه الاسبرو او الحكي الحكاني بس الامر الاهم هو المشروع 246 اللي طلع لانماء الضواحي الشماليه والجنوبيه ايام حكومه رفيق الحريري الاولى واللي تم صرف المبلغ كله تقريبا بمحلاته المعينه مشروع الغدير انا وقتها كنت مقاول عم بشتغل بهذيك المنطقه مشروع الغدير كانت قيمته وقتها 7 مليون دولار او اكثر شوي كان هو بيقول انه نحن نعمل نهر وبعدين زادوا منطق انه نسقفه ويصير في طريق بتصير المنطقه شوي مرتاحه بس هيدي بال97 وكان عدد البنايات 150 وقت انا ذاك ما قدروا المقاولين ولا قدر حدا يقدر يوصل في استحاله تنفيذ ولانه في استحاله التنفيذ صار في عندك منطق بقول طيب خلينا نعمل شيء تاني اذا هالمصريات موجودين هون نعمل شيء تاني طيب وخليني اقول اكثر امبارح كنت على التلفزيون من نهار قلت انا الدوله عملت تونيل كبير الاول من الاخر بيقطع من حاره حراك الى السانز حيث كل مياه الضاحيه الجنوبيه بتتصرف من تحتهم الضاحيه واطي وايضا عملوا تونيلات كبيره اللي هي تونيلات من امريكان لايف وطريق المطار القديمه بتوصل على هالتونيل الاساسي وبتتسرب ولذلك بالضاحي الجنوبي البنى التحتيه الاساسيه وهذا التونيل الضاحي بابا الطوف انت طيب. جايب لي معك صور هون هلا فرجيكي فالموضوع الموضوع النهر الغدير لنحن نشتغله مزبوط لنشيل تعديات من الصعب جدا بس نحن فينا نعمل تونيل والتونيل مش عملية صعبة ونعمل يعني يتحول مجرى النهر إلى تحت الأرض تماما بتحول مجرى النهر أو بمحل تاني فينا نعمل تونيل وبنعمله في مستويات ومثل ما قلت امبارح عنا المنار قلت لهم بس أنتوا كمان بتعملوا تونيلات وبتعرفوا التونيلات وكل الجنوب تونيلات يعملوا أنفاق فقصة التونيلات مش صعبة عليكم لا صعبة علينا وموجودة ومقبولة وأبو سني ما حدا بحس الشباب فوق الأرض يعتبروا هالمية النار عدوي مثل إسرائيل على فكرة في محلات بالعالم التونيلات بتستعمل طرقات وتستعمل مواجري وفي بتستعمل لتخزين المياه يعني أنت مثلا إجينا مرة أنا كنت عم بشتغل بقص الحشيش بمطار بيروت إجا واحد هولندي نزل من المطار قال إذا فيك تعرفني على الطيران المدني أنا جاهز لأستثمر كل المساحات تبع المطار زراعة توليب وبدفع لكم مصاري وبقصة التوليب هيك المنظر حلو تبع المطار بس بدي مي كأننا مشكلة مي طلع أحدهم قال مستعمل نهر الغدير بهالشقفة اللي عملك إياها منسكره وبيطلع مثل خزان للمي فإذا نحن لازم في عنا أفكار بهالبلد فهالتونيل هذا بنعمله بالغدير بحل المشكلة فاللي صار بالجلسة أنه رئيس مجلس مال عمار وعد أنه يعمل دراسة مع أولويات مختلفة بكيفية التنفيذ أي مش إزالة التعديات حتى ما نضلنا واقفين تعدي منشيل ما منشيل شو بدنا نعمل بهالناس لا هذول في لهم حلول هندسية مبتكرة شوي وبالمناسبة في مشروع الآن قائم كمان وفي صعوبة بالتنفيذ وممول من الدولة الألمانية إذن في أموال وفي نية وفي عقل ليش ما في تنفيذ لأنه ما في أولوية الأولوية الجماعات السياسية في حسابات سياسية تماما كل هالناس ما لها مصلحة علما كلهم عم بيخسروا يعني بنعمل طريق نفتحه بسرعة بنعمل مبنى بنعمل مسبح بنعمل محطة مي بنزقف قبل الانتخابات بنزقف بعد الانتخابات بس المشاريع الأساسية وما بنخلق لبنى تحتية تمام. ولا بنعمل لها صيانتها دبي مثلا كمان يعني دبي كارثة كمان دبي مثلا بنردم ما بنفتح مين مسؤول طيب الزلمة ردم ب83 84 أيام الميليشيات هلأ بدك تحمليه طيب كيف بده يتحمل ما هو باع شركة جديدة عم جرب هي تعمل بنى تحتية تبعها بس هي قديش مسؤولة وما إليه وما إليه وما إليه لما الدولة
مش موجودة. لما نحن دبحنا الدولة ما تتوقع أن حدا يجي يعطيك حلول. ما في حلول. بس يعني ما هيها لا مثلا صارت وقعة المصيبة مثل ما بيقولوا نركض منشوف ليش صار هيك وكيف بدنا نعالج هيك، بس بكرة ترجع صيف نتفي الدنيا مننسى مننسى ومنتعطى مع وبتروح الأمور. يعني مثلا هيدي الأمور حضرتك هلا كلها عم تذكرها واللي انذكرت بلجنة الأشغال، طب ما هيدي ملفات عمرها سنوات، تسع سنوات صح تقريبا. لا هذا يعني هذا المشروع صار له من سنة 96 97. طيب ومشاريع كتير مثل هيك، مثل ما قلت لك إنه نحن هلا منفوت. يعني أنا بعطي أكبر مثال، مشروع الليطاني هلا بلشنا فيه، كان لازم نكون بلشين فيه بالخمسة وخمسين. ليش؟ فتنا 600 800، ما في أموال، إسرائيل فلسطينية، تعديات وما إليه وما إليه، هلا بلشنا فيه. طيب صحيح بلشنا فيه هلا بس مأخرين 40 سنة. طيب هيدي بيقول لك كتير شيء كتير، هيدي عم بدين النظام السياسي عم بدين نفسه. نحن إذا بعد، وخليني أقولها كمان ببساطة، سنة الماضي لما غرقت حي السلم من نهر الغدير، أحدهم قال لي قديش بتكلف هالقصة هيدي؟ قلت له تقريبا بيكلف له شي 30 مليون دولار نعمل المشروع كله مش التونيل. قال لي طيب خليني أنا كرجل دولة، ونحن دولة مفلسة، قل لك هالشي بتكلفنا بالسنة شوية إعاشات وشوية أحدهم يعني شو وزير يعني شو مسؤول بتكلفنا شوية إعاشات وشوية إزالة أضرار وشوية شوية هالقد، ما بتكلفنا مليونين دولار. طيب إذا كل سنة بطوف بتنطر لـ15-20 سنة. هذا منطق وهي منطق كلفة، منطق كلفة انه شو بتكلفني؟ هذه ليش الدولة شايفة مواطنينها؟ ليش الزعماء الطوائف شايفين الناس؟ شايفين مصالحهم؟ شايفين للمواطنين، شايفين مصالحهم كمان. بس المواطن لما يكون غرقان رغم كل شيء وبصرخوا على الدولة، بكرة بس يصير في انتخابات بيروحوا بصوتوا، بس هو لما يكون غرقان لأنه بيغرقون بشعارات كبيرة. لما هالمواطن بده يكون غرقان شو بتتوقع منه؟ شو بدي اقول لك؟ يعني ما عنده. والمواطن غرقان من زمن الاستقلال حتى الآن، لأنه ما في مواطن، غرقانين بكل شيء إلا بهم إلا بوطنيتنا، غرقانين. فلذلك رح يضلوا عم يمدلك إيديك، عم يمد إيده ليشيلك بزمن الشدة وبزمن الفقر وبزمن الوظائف لحتى هيك مش من إخواني إيك. لكن يعني في خليني أقول ما فينا نطمن المواطن. هالسنة أنا طلعت من شهرين المواطن إنه نحن بمعركة دفاعية هالشتوية، إنه ما بتتكرر هالمشاهد اللي شفناها. لا بتتكرر، تتكرر، رح تتكرر، رح تتكرر، مأكد رح تتكرر. وهلأ إذا بدك هي بعد أول شتوي المهمة بتصير المسالك مفتوحة، بعدين بلش تجي المي. يعني هي أول شتوي بتكون بعد القصة تدفش شوية من ال تدفش كل شيء في أوساخ وكل شيء ما إليه وبلشي. هلأ إذا بتشوفينا نحن هلأ بلش شغلنا بعد العاصفة، بلش شغلك بالعاصفة لا حول ولا قوة، قبل وبعد. طب هلأ شو عم تشتغلوا؟ نحن هلأ عم نشتغل بمدينة بيروت، بس المشكلة أنا أنه هذا الكمبيوتر هات لشوف. طب خليني أتوقف مع فاصل عليني نرجع نشوف إذا في شيء، إذا بيمشي بيمشي هو بس مش عارف أنا مشي. طيب أوكي رح نستعين نطلب استعانة تقنية وبهالوقت منتوقف مع فاصل إعلاني. نحكي سياسة؟ أكيد. أوكي. بعد عنا ساعة. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع المهندس رياض الأسعد رئيس مجلس إدارة جنوب الأعمار. عندي مساعدة تقنية، مساعدة تقنية من جنوب الأعمار استاذ بديع تاني رح يفرجينا شوي. تحب تفرجينا إيه شوي؟ هذا هون النفق محل مطاف، هاي المحل الأخضر، هذه المحطة الضخ، وهذا النفق بالأزرق النقطة الخضراء هون. أوكي. وهذا الطريق صغر شوي لتبين المطار، هذه الطريق اللي هي تاخذنا على كل الجنوب، هذا الطريق اللي بنجي التونيل هيدي المطار. والطريق اللي عم نشوفها هاي اللي هي بتجي من الكوكودي من فوق بتنزلي فيها، هيدا اول نفق، هيدا تاني نفق. وهون صار طاف المطار. هلا تكبر شوي بتشوفي عندك قبل احمر، هيدا نهر الغدير. نهر الغدير اذا بتشوفيه بيقطع على الازرق من فوق، بيقطع على الازرق وبيفوت بالمطار اذا بتشوفي كيف بيفوت. هلا اذا بتطلعي اكثر كمان هاي السيارات واضحه. الى الغرب هذا النهر بالاحمر، هذا التراب. وبعدين في خط شوي هذا سياج المطار. اوكي شفت مزمين. السياج هذا هو. طيب فبضلوا مكمل هذا النهر لحتى يفوت قرب للمخرج، بفوت هذه منطقه البيبسي، بفوت لحتى ينزل تماما بهال بعد شوي وديع بعد شوي بعد اوكي بينزل هون. فهلا هون بس بفوت هون وبيقطع
شفتي هالنقطة هيدي؟ ايه هيدي تحت النقطة. المدرج؟ هلأ بينزل تحت المدرج خذها على المخرج. بده يقطع كل هالمدارج. اوف ايه مسافة طويلة ليوصل لهون تماما. اصغر شوي بيوصل لهون هذا البحر. اوكي بقرب بعد شوي بصب هون يعني بصب هون بعد لعند للجنوب روح للجنوب للجنوب ايه للجنوب ايوه هذا المخرج هون. اوكي شفتي النهر محل محطة الاكس. نعم. فنحن اذا بدنا نطلع على المشروع هذا بدك تطلع عليه بتنظيف كل هالمنطقة لتوصل تحت المدرجات الثلاثة لتوصل على المخرج لهونيك وترجع رجوع. يعني هاي المنطقة كلها اللي بدها تنظيف تحت كلياتها. هلا شو صار؟ رجع على النفق. شو صار؟ على النفق رجعت المي لظهر النفق لهون. ايه. هو محل ما بتقطع ونزلت بالتونيل. نزلت محل السيارات. اوكي. ايوه نزلت لهون. أوكي. ورجعت لحط المحطة الخضراء. رجع لورا لهون للمحطة. ايه. وهوني غرقت المحطة. هلا نحن بنعرف هالشيء لانه زلنا على الارض وصورنا وشفنا مستوى الميات وشفنا الترمبات كيف تشتغل وشفنا طاقه الاستيعاب وشفنا الكهرباء وشفنا كل شيء واضح. هلا اللي عم بيصير عم بيرجع بيتنظف كل الغدير كل النهر الغدير عم يتنظف بس لفرجيك الغدير لوين بيطلع عم يتنظف من وين من اوله لاخره باستثناء تحت المدرجات من بسوس لهون لفوق لفوق شوف في هذا الغدير بيمرق بالبيوت كلها. ايه؟ كلها رجعت زغ هذا عم بيصير في تنظيف للمجرى هلا عم يعني عم بيصير في تنظيف هلا هذا اللي كان لازم يحصل قبل الشتاء يعني ايه بس ما في عقد قبل الشتاء ومشاكل وما لا شفتي كيف بيمرق بين البيوت هلا صار في عقد هلا كيف ما بعرف اذا اليوم صار في عقد ما بعرف ان شاء الله يصير في عقد هلا ما رح اقول شو صار وليش عم ينظفوا المقاول او البلديات لا البلديات ما فيها تنظف بتنظف شوي المقاول بينظف اكثر والاهالي وفي مجموعات من الاهالي حزبيه من امل وحزب الله من حزب الله على الاكثر عاملين نتيجه تجربه السنه الماضيه عاملين مثل مجموعات بلديه بتشتغل تنظيفات شوي نعم. بسيطه بس همها ما تفوت المي على البيوت اطلع على الجامعه اللبنانيه هاي الجامعه اللبنانيه شفت ليش طافت فلما بتطلع على الجامعه اللبنانيه دفعنا ملايين ملايين الدولارات ما قدرنا نسقف النهر بحواليها اوكي لازم هذا النهر بيمرق ايه بيمرق بمحاذاه الجامعه وطاف وطافت الجامعه هذا حرم الجامعه هذا الجامعه كبير شوي ليشوف الجامعه هاي الجامعه شوفي ملا جامعه بتجنن ايه. هاي ال بي سي محل ما سبحت وعملت سبلاش تبعها يعني هذا انجاز لانه اهل الضاحي سهروا عليكم كل الليل ايه فلما بنطلع على النهر رجعت قرب اطلع على الجبل بالنهر بيقطع هلا بيقطع الطريق وبضلوا طالع على الجبل فاذا نحن لما نشوف مستوى البيوت ومستوى العمار والنهر كيف بنكون نحن مجرمين بحق الناس والتعديات اللي صايره هيدي كلها تعديات هي كلها بدك تشوفي يعني ما انا محصوره بس بحي معين يعني هو بمنطقه معينه التعديات كيف تتعدي اول شيء منطقه ما فيها دوله ما فيها قانون اوكي بتجي بتتعدي مش اول شيء جنب النهر بتبعدي عن النهر بيرجع واحد قدامك بتعدى بتوصل لمحل ما بقى فيك تتعدي وين بتتعدي على اصعب منطقه على حرم النهر بتعمري على النهر النهر كان حرمه 16 متر بأوسع محل الآن تحت أوسع محل 8 أمتار بس المعدل تبعه هلأ 3 أمتار هلأ كمان هلأ لما بتشوفي هالبيوت كلياتها هاي الطريق بالأحمر يعني عرضها 3 أمتار طب كيف تقطع الناس بتعمل عبارات يا بتعمل عبارات بطونية يا بتعمل عبارات حديدية هالعبارات الحديدية هاي بس تجي المي والوسخ تعمل سد بترجع المي بتطوف طب هلأ التنظيف يعني بخفف ايه مأكد بخففها قلت الكلمة بس طيب شو بنعمل شو بنعمل يعني وفي الوسخ اللي تحت المدارج مطرح ما شفنا هذا احنا ما راح نجيب يعني هيدا انجرف قسم منه بقوه السيول تماما بس بيبقى سالوني امبارح بالمنار وباللجنه النيابيه سالوني انه طيب دخلك ليش ما طافت من سنتين ثلاثه النفق كان بعده والغدير بعده اولا هذا سؤال بدل عن انه يعني الناس بتحب تعرف ولازم تعرف النهر والنفق مع الوقت بيترسب فيه بيتعبى هيك ما هي في تراكم بصير يتراكم بعد وقت بيكون عنده مساحه سنه عن سنه عم بزيد التعديات صح ونوعيه التعديات يعني صرنا هلا نقول قبلانين احنا بكيس بلاستيك وبعدين مثلا كميه المتساقطات بفتره معينه يمكن مثلا ما مرقت بسنه او اللي قبلها او هيك بهالقوه يعني ايه. اوقات بينزلك بساعه 30 ملم حد بيروت انا فرجيك نحن مثلا ببيروت نحن اشتغلنا من 94 لغايه الان وسع بيروت كله من 94 للان وبعدنا عم نشتغل ببيروت فيني اقول لك انا ببيروت بعرف لك تقريبا كل بنايه شو طاقتها شو استيعابها وين مشاكل الشبكات هل بتشوفين هلا هون اي شبكات عم تحكي هلا فرجي شبكات مياه الامطار شبكات مياه الصرف الصحي وشبكات اوقات كهرباء اوقات بنحط امور اخرى فهلا عم بيعبي السيستم رح تشوفي كل الشبكات نحن بعد عم بلشت تشوفي الشبكات نعرف كل مجرور
كل بنايه شو طقطها. يعني اعطيكي مثل هلا دائما عم بحكي انه اجينا نحن بمنطقه السوبيكو حسبتوا طوابق المرومئات وكل جاي لك جاي لك نحن بمنطقه والناطحات السحاب اللي عم تطلع كمان ببيروت بالصدق طالع لك ناطحه سحاب اسمها سما سما مش دبي سما دبي دبي بيروت 63 طابق. نعم طيب ما بعرف كيف السيارات رح توصل لها, مش بدها اوتوسترادها هيدي, بدها اوتوستراد لحالها من المطار لإلها. طيب ما حكوا كله ما بعرف كيف بدي يجيبوا مي وين تصب مثل ما قلنا ميسر في الصحه, وهل في بنى تحتيه جاهزه للاستيعاب؟ جيتيني على الكلمه ميسر في الصحه, هول الاشخاص اللي بدهم يروحوا على بيوتهم ومدارسهم ويرجعوا من مدارسهم وبيوتهم الساعه 7 شغلهم 7 على 9 7 على 9. نعم. رح يكون في استعمال جديد بالمنطقه هون للمي, ما بعرف وين بدي يجيبوا مي ولل... اصلا هلا ما في مي ببيروت, بصرف ما في مي, بس انفجر قسط المي امبارح على الدوره له اول ما له اخر. اوكي طيب هل منكم حدا درس طاقة الشبكات؟ ما حدا درس طاقة, أعطينا رخصة كل هالمنطقة هلا هون رح تطوف لأنه ما في شبكات, وما بتقدري تعملي لها شبكة لحالة, بدك تعملي الشبكة, بدك تكبري الشبكة كلياتها من الأشرفية من سيسين للنهر أو للبحر. أكيد. طيب وهيدي مثل بسيط, نحن بنعرف هالشي أيضا, نحن بنعرف إنه كل إنسان قديش بيستعمل مي. لما بتيجي بتقولي لي في 30 مليمتر شتي بقول لك هالمنطقة بتطوف أو هالمنطقة بتطوف, نحن بنعرف تماما وين بتطوف. من 94 لغاية الآن المناطق اللي بتطوف قلت كتير. في عنا ببيروت تحديدا منطقتين ثلاث لانه العمل شغل عليها. وقت الله يرحمه رفيق الحريري بال94 كان في شخص بعده طيب اسمه غسان طاهر. قال لي رياض ما بديها تطوف. قلت له بدك تدفع. قال لي ما معي. قلت له بدك تنطر. قال لي بنطر. من 94 لغايه الان نعمل شغل جبار بالتحسين البنى التحتيه لبيروت. بس هاي بيروت. انا عم بحكيك بلبنان معلوم بيروت دائما ومركزيه الاداره والقرار, بس هاي بيروت. هلا في عندك نهر بيروت بده يطوف مثل ما بقول لك لانه في تعديات عم بيحكوا عن شركه سوكومي وتعديات والى اخره. سوكومي ما في مجاري, البحر المسلخ كلها كلها كلها. هلا اذا بتروحي لهنيك نحن موجودين هنيك. طب بدي اخذ اتصال انا بهذا الوقت لنشوف لانه امبارح سمعنا انه هلا برروا شويه يعني اللي كل اللي طالعونا بقوة العاصفة أليكسا وما ستخلفها يعني صاروا يبرروا أنه ما في شيء بالطبيعة فيك تتوقعوا نهائيا 100% يعني أوقات بتتغير مسار العاصفة فجأة بتتغير المنخفضات الجوية أنا بحكي هلا وبيصير شيء قالوا مستمرة لمسا السبت مبدئيا العاصفة, بس اليوم طقس مقبول يعني ما في يعني جو بيوحي بعاصفة, ومثل ما قالت مخرجتنا هبة انه الشمس طالعة والعصافير تزغزق. معنا رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت المهندس ماركو هيبي على الخط مباشرة. صباح الخير, نهارك سعيد. صباح النور. يعني شو تغير مسار العاصفة استاذ مارك عن ما كان متوقع؟ لا ما تغير مصدر وبعده كله ماشي مثل ما كان متوقع. إذا بتسمحي لي معلم حط بعض التعليقات. تفضل. بالنسبة للبداية البداية اللي صارت ليلة الثلاثة الأربعة وصباح يوم الأربعة الإشكالية اللي صارت حول أنه تم تعطيل المدارس. نعم. الموضوع هو بسيط. العاصفة ما تغير مسارة, عاصفة هالضخامة منا بمزحة منو شي سهل لواحد يتغير مساره. يلي صار انه كان في كمية متساقطات كبيرة متوقعة. نعم. قبل باسبوع تساقط 40 مليمتر ببيروت غرقت الناس على الطرقات. بنهار الاربعة خلال النهار كان متوقع يتساقط حوالي بين 100 و140 مليمتر امطار. نعم. هلا اتساقط فوق 30-40 مليمتر كمان, ما تساقط ال 140. شو اللي بيخلي يعني هالتوقعات ما تزبط؟ الامطار هو شيء بيتقدر مش بالرقم, بيتقدر بالكمية. نعم. الامطار بحيالله مطرح بالعالم. لانه حضرتك قلت انه مسار العاصفة ما بتتغير يعني في شيء موجود ما بيتغير هيك فجأة. بس كمية المتساقطات هالقد بتفرق من 140 مليمتر ل 30-40 مليمتر؟ التوضيح هو التالي, الأمطار ما بتنقاس بعدد مليمترات لأن الأمطار هو عنصر ما عنده تقدير صحيح. نعم. ولا عنا ولا بأي مطرح بالعالم التقدير هو إذا كانت كتيرة أو قليلة.
يعني كان متوقع غزارة بالأمطار، أمطار كثيرة ويلي تساقطوا بال24 ساعة أكثر من يلي شفناهن قبل بأسبوع. بس قبل بأسبوع الإجراءات الكاملة ما كانت متخذة مثل ما لازم، بينما بوقتها بسبب التحذيرات اتخذت إجراءات أفضل. ويمكن تساقطت يعني بتفاوت بين مكان ومكان أو بين منطقة ومنطقة، ما حسوا فيها كل المناطق بالمناطق. بس على صعيدين، التجهيزات على الأرض كانت أحسن والأمطار كمان في تفاوت بالأمطار صار بكل المناطق، بس كل الحالات التحذير كان مبني على معلومة موجودة وأكيدة. هلأ ما صارت الكارثة وهذا شيء كتير منيح، يعني إذا لمرة اتخذ إجراء وقائي وعطى نتيجة هذا شيء كتير منيح. هلأ فيما يتعلق بيوم الأربعاء عشية واليوم الخميس، من البداية عم نقول أنه يوم الأربعاء المساء رح تخف حدة الأمطار بتصير متقطعة، يوم الخميس أمطار قليلة ورح يكون فيه انفراجات، رح يكون غائم وغائم جزئيا بالنهار، وبترجع الأمطار اعتبارا من نهاية النهار بعد الظهر تدريجيا بتتكثف الغيوم، الأمطار بترجع تدريجيا وبنرجع على الوضع الأمطار والثلوج اعتبارا من ليل الخميس وبترافقنا يوم الجمعة. وللأسف وأنا هون معلي بس على المحطة على الـ LBC مبارح نعمل مقابلتين ونحطت مقارنة تركت الناس بحيرة، وحدة بينك وبين أستاذ ميشيل فريم يمكن هاي، وحدة مع أستاذ ميشيل فريم. هلأ عراسي وعيني بتحبوا تاخدوا رأيه، ما في حدا يمنع حدا، بس لما بدنا نطلع على الإعلام نعطي معلومة للناس بدنا نعطي المعلومة من المصدر يلي اختصاصه. يعني ما بتصور انه اختصاص استاذ ميشيل فريم انه متخصص أرصاد جوية وقدران يحصي او عنده المعلومات الكافية من المصادر اللازمة لحتى يطلع بتصريح عن الرصد الجوي. بيقدر يعطي المعلومات اللي فريدة عن معلومات الزراعة، مع انه صار مرجع يعني استاذ ميشيل فريم بهذا الموضوع. مضبوط، ما هو في كتير مرجع وعلى رأس السنة إذا بتسمعوا في عنا صار أربع مراجع بيخبرونا تقديرات مش بس عن الرصد، بيقدروا كمان البلد كيف بده يتحسن سياسيا أمنيا، بيخبرونا مين بدهم يقتلون، صار التوقعات التأسس العالم إذا بتلتزم بآرائهم. طيب أستاذ مارك، يعني هلأ اليوم مبدئيا النهار كيف رح يكون؟ اليوم نهارنا انفراجات بعد الظهر تدريجيا، ما في تساقط ثلوج يعني لانه منخفض الحراره، الحراره كثير منخفضه، هي ادنى درجات حراره صارت خلال ليله الاربعاء الخميس. يعني صار عندنا تدني بالامطار، الامطار خفت ككميه بس الحراره انخفضت كثير، اجى البرد بوقت غيبه الامطار. هلا المساء رح ترجع الامطار ورجعتها تدريجية، يعني ممكن من بعد الظهر نبلش نشوف غيوم تبلش تنزل شوي شوي، وبالليل رح ترجع أمطار بغزارة أكثر، الثلوج رح تتساقط، واعتبارا من 600 متر تقريبا يتوقع أنه نبلش نشوف ثلوج، وهذا الطقس رح يواكبنا من الليل حتى نهار الجمعة كله، وبترجع بالانحسار التدريجي بتبلش خلال يوم السبت على أنه تنتهي مساء السبت. والحرارة بعدها منخفضة، والحرارة رح تبقى منخفضة صحيح شبه مستقرة خلال هاليومين. شكرا لك سيد مارك وهيبي على هالمعلومات، ويعني هو مفروض تكون معلومات لأن هيدا مرصد، يعني ما فينا نقول توقعات، يعني ما رح أحكي بالخلافات بس منيح منه من أهل البيت الواحد، كنا قلنا 8 و14 أو سنة وشيعة هتطلع بين مثل كمان الوزير الصفدي الوزير العريضي كمان، يعني الخلاف ما بتعلق ما فيني علقها. أول شيء اثنيناتهم أصدقائي وأنا بنظري في موضوع كان مواضيع بتنحل بطريقة مختلفة، بس الآن صارت قصة صعبة، قصة شخصية مثل ما زلت تعرفهم يعني وأصحابك، صارت شخصية هلا صارت شخصية في مصالح بتدق، يعني لانه امبارح كان في معلومات بتقول انه الوزير العريضي ما بعرف شو رخص له مينا بالمنارة، طالب الوزير الصفدي مينا مقابلة، لكن المواضيع بتتشعب فيك تخلطي الحابل بالنابل، بس بالمواضيع اللي سمعتها انا بعرفها وبعرف انه كان عم نحط اطر لحلها، وكان في واقع مطلوب انه يكون في نوعا ما تهدية للأمور الإعلامية وبلا ما تتصعب الأمور وتنحل موضوع الأرصدة لوزارة الأشغال، لأنه في عنا مثل ما شفتي
بس بالاجتماع اللجنة ما اللي تبين انه يعني يمكن بس صار في تأخير برصد اعتماد لا يعني لا, لا هو هذه كمان ما بعرف ليش صار في تأخير, بس هو اللي صار انه انت فيك تعملي مناقصة بلا ما يكون عندك موازنة لها, هذا ما بيقبل لك هذا, فبدك يكون في عندك موازنتها. لما بتيجي الموازنة بتعمل المناقصة بعدين بتعملي لها تبعتيها بتعملي لها حصر النفقة, طب ما في موازنة لبعدين لآخر شهر 8 لصار في موازنة. يعني في شوية لعبة بالأرقام ولعبة بالكلام, بس الواضح أنه نظام السياسي كله عم بيتهاوى والقصص أوقات بتصير شخصية جيين على السياسة على حال. هلا يعني ماشي التحقيق تنشوف وين بيوصل آخر شيء يعني بهذا الموضوع, على خلفية يعني على استنادا إلى الكلام اللي صدر عن الوزيرين تنشوف إذا ببين أول مرة أنا بشوف يعني أنه في تحقيق بالدولة اللبنانية بطال وزيرين, ما بعرف إذا في شيء جديد, ما في حصانة كمان نيابية ووزارية لألون كمان ما بعرف بتحميهم. إذا كان في يعني نظري نظري استاذ محمد ومثل ما أقول الرفيق غازي ما رح يحموا بحصانتهم ولا يتلطوا وراء مواقعهم الوزارية, بس أنه هذه منيحة إذا التفتيش رح يوصل لهون. إن شاء الله يوصل أعلى شوي أو إن شاء الله يوصل لهون وبنشوف أبلانين. لا أعلى شوي بس هو الأساس هناك, هذا كله جانبيات. جولة على الأرض لنشوف التلج اليوم, نتفرج على التلج اليوم من صوفر مع زميلي رنيم بوخزام. رنيم صباح الخير, نهارك سعيد, شو خبرينا نهارك سعيد اللي بصوفر, كيف الجو عندك؟ يعني الجو أول شيء ببلش أنه الحرارة واحد. بالنسبة للطرقات يعني الأمر اللي أكثر شيء بيهم المواطنين, نحن واقفين على مفترق طرق إذا ممكن القول, على ميلة اليمين هيدا الطريق اللي بتودي لأوتوسترات صوفر وإلى البقاع, على ميلة الشمال الطريق اللي بتودي لداخل بلدة صوفر ومن بعدها شارون وغيرها من البلدة. داخل صوفر مسموح لكل السيارات انه توصل وانه تقطع هيدا الطريق, انما الطريق المتوجهة الى البقاع ممنوع سلوكها غير للسيارات الرباعية الدفع والسيارات المجهزة بسلاسل معدنية. يعني عند نقطة محطة بحمدون كان هناك زحمة سير كبيرة, وذلك لأنه قوى الأمن كانت عم تمنع السيارات وذلك خوفا على سلامتها. يعني السيارات غير المجهزة كانت عم بتوقفها وعم تطلب منها تجهيز نفسها إذا بدها تكمل بطريقة. بس إنه مبدئيا رنيم شوي وضع يعني الطرقات مفتوحة إجمالا, فتحت الطرقات لأنه صباحا كانت الطرقات مقفلة بسبب تراكم الثلوج. نعم بالنسبة للطرقات هون الطرقات فعلا مفتوحة, ولكن يعني منع بعض السيارات من المرور سبب تكون طبقة من الجليد, يعني علمنا بأنه طبقة تبلغ سمكتها 10 سنتيمتر. أما بالنسبة للطرقات بغير مناطق نعمل آيس كيك. يعني هيك أخبرونا يعني عناصر قوى الأمن والجيش الموجودين هون. بالنسبة للطرقات بغير مناطق بحمانة كمان للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية, كفر دبيان عيون السمان حدث بعلبك مقطوعة بالثلوج, وكذلك اللقلوق العقورة وإهمج المنيطرة وحدث بعلبك أيضا. بالبروك عين زحلتا مرستة بعدران للسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية. معاصر الشوف كفرية يعني مثل العادة مقطوعة. عينات الأرز حدث عيون السمان الهرمل القصر طريق دير الأحمر وغيرها كمان مقطوعة. بعكار طرقات أحرار الصدقة مش فنيدق الأبيات الهرمل مقطوعة. بأكروم الطريق الرئيسية مفتوحة ولكن الطرقات الداخلية مقطوعة. أما بالنسبة لي يعني عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر لقد أخبرونا بأنه هن على جهوزية تامة ولم يسجل حوادث فوق العادة إذا ممكن نقول, يعني قالونا لأنه كنا متوقعين عاصفة أكبر من هيك, ولكن حالات طبيعية باستثناء يعني الصليب الأحمر أخلى 17 حالة مدنيين بين سنديانة وحرار ومشتى, وهناك بالبقاع كان هناك حالات اختناق 14 حالة, ولكن يعني الحمد لله لم يسجل قتلى, تم إسعافهم بشكل سريع. وين واصل الثلج نزولا رنيم؟
لوين واصل التلج؟ يعني بنبلش نشوف قشرة التلج كتير صغيرة بس نوصل على بحمدون. ولكن يعني من بحمدون ونزولا صوب بيروت يعني الشمس شارقة فالتلج دي. ولكن هون يعني هيدي سماكة التلج اللي شايفينها. يعني سماكة جدا صغيرة. شكرا رنيم، يعطيك العافية. شكرا. يعني عاصفة مش ممكن يعني قوية. نحن بنقول كنا لما نكون بالمدرسة نقول يمتاز لبنان بمياهه العذبة والخضرة تبعيته وثلوجه، واسمه لبنان من التلج. يعني هلا مستغربين كل الناس انه عندنا تلج وجليد، وعلى عم نحكي على 1600 متر تقريبا، على 1400 متر. انه شو متوقعين احنا؟ نحن صرنا بالشتاء، صح اكيد متوقعين انه يكون في عندنا عواصف ومي وتلج، ومتوقعين انه تنزل تلج مش على بيتك وبيتي بل على الطريق وبالله بدها تجلد. هلا انه صار في عنا على النقطه هاي لاحظت 2 شرطه عسكريه 4 جيش و3 درك، لانه بدك تقدري تقولي للناس، لانه اوقات الناس مش عم تفهم. يا اخي حط جنزير، بقول لك لا انا شوفير تلج. ولذلك يعني مش جديد علينا، لا مش بس جديد ما قلت لك شو انه بس هلا في اعلام وفي حادثة. ايه كمان اكيد بعدين بدنا نتسلى بشيء. هلا لا عم نتسلى بوزراء لا بنواب لا برؤسات لا بصفقات، ليش بنتسلى بالطبيعة؟ لا ما هي الطبيعة بتسلينا كمان يعني بالملفات السياسية، ملفات سياسيين خليني اقول يعني هون المتعلقة بهالامور. يعني بعدنا عم نحكي انه ليش ما في ملفات ما انجزت صار لها سنوات، انه ليش ما عم بيتنظف مثل ما لازم، ليش في خلاف بالوزارات وحسابات بين الوزارات المعنية كله. ايضا في مثل بيقول لبناني بحبه كثير باسمه اللي بتولد النقار. لما هالبلد انحلب واندبح ما بقى في مصاري، صاروا الشباب في قلة مصاري. وإذا زادت المصاري بيكتر النهب كمان. بينبسطوا بتشاركوا قابرين الشيخ زنكي سوا كمان. بعد عندك شي صور بقى تفرجينا لا إياها. أنا صوري الأوبريشن اللي خلصتون. بس اللي بدي جرب أقوله إنه إن شاء الله هالشتوية نزمت بأقل مستوى من الأضرار. لأنه أنا بنظري إذا هالتلج هذا اللي هلأ بلش ومستمر، يعني رح يكون في عنا تراكم من الثلوج وبده يصير في ذوبان. ونحن موسمنا مش بس يعني نحن الشغل تبع البناء ببلش تقريبا من شهر نص شهر آب وبيستمر لآخر شهر 4-5، فعنا عنا مدة طويلة. فبهالمدة هيدي نحن أوقات نكون متواجدين 24/24، أوقات متواجد بأوقات الصحو لننظف وما إليه. المهمة صعبة، وهالسنة مثل ما قلت مرة واثنين ثلاثة نحن بمهمة دفاعية. فتحملونا وما تأخذونا، عم نعمل فينا نعمله، بس هالسنة الكل مقصر. ومثل ما قلت كمان عنا مشكلة إضافية، يعني والله يساعد هالناس يعني اللي قاعدين بالخيام، النازحين اللي موجودين ما في مأوى مثل ما لازم، ما في وسائل تدفئة مثل ما لازم، ولا في يمكن تجهيزات حتى ألبسة مثل ما لازم حتى تواكب هذه الساعة وهذا الموسم. قديش الله يعين وزارة الشؤون الاجتماعية، ما بعرف قديش فيها تلحق، وكل كل يعني حتى يعني حتى الفساد بيضرب اوقات جمعيات كمان والمنظمات اللي بتساعد. طبيعي لما بده يفوت مليار دولار لهون ما راح يطلع له منه شوي. لما الشعب اللبناني معود على 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 موضوع الاعانات وما اليه، ولما بيجي هالقد اعانات ما راح يمرق عليه شويه فساد وشويه سمسره؟ مأكد طبيعي. هذه شغل عالم، ومش بس بلبنان، كل هالجمعيات هاي بيجي المشروع قيمته مليون من نيويورك، بياخدوا عليه هن رأس مال الإدارة وما إليه، بتلزم لجمعية أهلية، بتلزموا جمعية أهلية محلية، وجمعية أهلية محلية بتجار من هالك لمالك لأبض الرواح مثل ما بقولوا، وبتقولي ما في مصطبع. هاي عمل جمعيات. لأنه الدولة مش موجودة، ولأنه أيضا زدتوا علينا كمية هائلة من اللاجئين، والدولة هون كانت غائبة، ما بدهم يعملوا مخيمات، ما بدنا نعمل مخيمات مركزية، ما بعرف ليش سوريا بالأردن في، بالعراق في، بتركيا في، إلا بلبنان ما في مخيمات مركزية. بالمخيمات المركزية فيك تحطي مدارس، فيك تعملي إدارة أفضل، صحيح مثل ما قالوا بعض مستوصفات صحيح مثل ما إنارة، صحيح مثل ما قالوا بعض الناس إنه هيدي كمان مخيمات بتكون بؤرة للطيارات الأصولية القاعدة وما إليه. طيب بس عم نكتشف إنه القاعدة بمخيم أو بين المخيم عم توصل لوين ما كان. أنا بنظري وإذا الوضع السوري بسوريا مطول بعد نعمل مخيمات، واقترحت وقتها شغلة سريعة
وأمنيا معقولة، وطرحت على الرئيس وعلى الرئيس، على الرئيس الجمهورية وعلى رئيس مئاتي، أنه بناخد مطار الليعات، في أرضية بطون، في وضع أمني ممتاز، في كهرباء، في سياج، وبنقدر دغري نفوت المساعدات له. في قرار بأنه ما يكون في مخيمات. طيب بتدفع ثمنها. نعم. رح نتوقف مع آخر فصل إعلاني وإلى السياسة دور. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد في المحور الأخير، نسأل ما يخص المسائل السياسية من موضوع يعني وما يجري أيضا من مشاورات حول هذه المسائل والاستحقاقات. كمان كان في يبدو وفد يرأسه الرئيس سنيورا كان في باريس أمس، والتقى الرئيس سعد الحريري، ما بعرف بماذا سيعود. ممكن بكرة نعرف شيء من ضيفنا، نعمل إعلان للوزير السابق محمد شطاح اللي كان بإعداد هذا الوفد. والموضوع طبعا بين الحكومة وبين استحقاق الانتخابات الرئاسية، بين هالموضوعين تدور. أولا يعني بموضوع اللي عم بيصير وهالمشاكل اللي كنا عم نحكي فيها، البعض بيشوف أنه غياب الحكومة وفي ظل هذه الحكومة المستقيلة وغياب حكومة أصيلة أنه مشان هيك كمان بتسوء الأمور أكثر. هل موضوع الحكومة بحل هالمشاكل، تشكيل الحكومة برأيك؟ نوعا ما بحل، يعني بيمنع المشكل اللي صار بين وزير الصفتي والعريضي، بيمنع أمور كتيرة، بعين فراغات كتير كبيرة، بحط خطة معينة أمنية معينة، بحاسب المقصرين بالأمن وبحاسب المقصرين بال... هلا كل واحد فتح حسابه. لما يكون في حكومة تصريف أعمال، الوزير بيقدر يعمل شو ما بده. نعم. بيصرف قد ما بده. مين بيراقبه؟ ما في حدا بيراقبه. أنا منظر اللي صار واللي رح يحكيك يمكن بكرة الوزير شطح، هو أنه محاولة تعويم الحكومة، هني ضدها وليش هني ضدها، وأيضا انتخابات الرئاسة اللي قربت استحقاقاتها. ما عم نحكي بأنه انتخابات أبدا، يعني رح يجي رئيس الجمهورية الحالي اللي هو غير شرعي، لأنه إجا ممدد بطريقة لا دستورية لما انتخب 2008، لا دستوري مش غير شرعي، مجلس نيابي ممدد لحاله، بدنا نرجع نعمل انتخابات جديدة لرئيس الجمهورية بطريق من نفس المجلس النيابي اللي هو غير دستوري. غير دستوري. رح لنوصل لشو؟ لقانون انتخابات على قياس للشباب. بس الأساس كلياته أنه هل في انتخابات رئاسة الجمهورية أم لا؟ أنا بنظري في انتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه إمتى بس؟ لا وبوقتها، لأنه ما بيتحمل البلد نعمل طائف اثنين. طائف اثنين كان في رعاية دولية، كان في إخراج سوري، كان في رفيق الحرير وأمواله، كان في نواب تعبانين من الحرب، وكان في نظرة أنه نحن لازم نعمل بلد جديد. طيب طائف اثنين الآن جاي بفراغ سياسي، بتشرذم هائل، بطائفية معينة، بمركزية قوة معينة، ما مستعدين يعطوا بعض شيء. وأيضا الطائف اثنين ما عنده شرعية عقد اجتماعي جديد. يعني شو بدنا نحن؟ أي إنسان بدنا نطور؟ ما نحن إجينا حكينا بالإنسان بسنة 91، اكتشفنا أنه ولا عم نطلع عليه. فإذا هذه القوة السياسية إذا نحن بدنا نرجع إلا تعي عملي طائف اثنين، رح تقبر بعضها وما رح تطلع بشيء أحسن من طائف واحد. ولذلك أنا نظري سقوط النظام بعدم انتخاب الرئيس شيء غير محبب عند كل الأطراف. اثنين، اللي عم بيجي يتهم هذا أنه أنا ما بدي وهذا بدي وهذا ما بدي، طيب خلينا نطلع على مصلحة كل طرف من الأطراف. كل طرف من الأطراف حاطت حاله وقاعد وبيتفقوا مع بعض بأوقات معينة، والدليل على ذلك باللحظة الأخيرة عدم إسقاط المجلس النيابي. إجوا اجتمعوا، حبيب قلبي وقع صاروخين، لا ما وقع صاروخين، من مدت لبعضنا. ولذلك هذه اللعبة الرقص على الهاوية بيجدوها تماما هالقوى الطائفية، وأنا بنظري رح يمرسوها عند الاستحقاق. أنا بنظري هلا بدهم يروحوا عند السعوديين كل الأطراف، بدهم يشوفوا شو سعرهم، بدهم يقولوا له إنه دفع له هذا ودفع له هذا، والسعودي بيجرب يتدخل من هون، ومأكد الإيراني رح يعمل. مين بده يدفع بعد السعودي؟ بيدفع لكثير ناس، ما تخافي. بعدين بيدفع سعودي كرمال انتخابات رئيس جمهورية، وهي رئيس جمهورية ولي أي رئيس جمهورية اللي بده يجي مثل ما هو بده، ما مستعد يجي مثل ما مين بده؟ السعودي 14 أدار. إيه طبيعي ما رح يجي رئيس جمهورية. 8 أدار رح تسمح يجي رئيس مثل ما بده؟ مشان هيك جاي أقول لك أنا رح يوضع كمان رئيس جمهورية ببازار دولي معين وفق المسار جنيف وفق مسار التفاوض بالمرحلة 6 أشهر الأولى،
وايضا ما تنسي في عندك انتخابات سورية وايضا فاذا نحن رح نكون بموضع انه كل هالقوة هاي رح تلعب البازار بس ما رح تقدر تلعب سولدا. سولدا بدها تجيب رئيس جمهورية، رح يجي رئيس جمهورية. فانا مني خايف على الاستحقاق. بس انه كمان سؤال انه يعني الاموال السعوديه اذا اندفعت لمين بتندفع حتى يقدروا يجيبوا رئيس جمهوريه؟ يعني لولي جملاط؟ ابدا، ما بتصور انه وليد جملاط بحاجه لياخذ موقف، هو عنده موقف واضح، قال انا ما رح افوت بفراغ. ايه بس ما انا 14 اذار كلها موقف واحد. ليش دخلك؟ انا شايف انه 14 وليد جملاط يعني شايف انه 14 اذار ما اوضاعهم صعبه ماديا كتير صعبة. على الأرض شايفها صعبة ومؤسسات صعبة، مستشفى المقاصد عم بيعاني. بس واحدهم ما بيجيبوا رئيس جمهورية. ده لا بيجيبوا ما هو جزء من اللعبة، وقادة المحاور كمان عم بيتلقوا كتير من الأموال، وواضح إنه في أموال عم تجي. والسعودية لعب أساسي بالسياسة اللبنانية، ودفعت بالانتخابات 2009 وسهلت جدا، سهلت بالانتخابات 2008 انتخابات الرئيس، وأنا كنت على جزء منها لمعلوماتي. فهذا الموضوع، هذا السعودي بيتدخل وبيتدخل بالطريقه الحسنى وراح يتدخل، واذا شاف شيء صعوبه بيجرب يسهل الامور مثل كل القوى الثانيين. ليش الفرنسي ما بيتدخل؟ ليش كم مرشح ان رئاسي الان مدعوم نوعا ما فرنسيا، او كم واحد مرضى عنه سوريا، وكم واحد لاحق توجه الامريكي بالمنطقه؟ كتار. شرح لنا اياهم ولو قد ما بدك شرح لك اياهم ولو كل مين في 17 رئيس جمهوري، في تقريبا 17 مرشح. مرشح 17؟ 17 ايه معلوم. اوف مين بتعرفي منهم؟ لاقول لك مين بعد ناقص. اوف وهدول ايه هدول في مرشحين اذا بدنا نقول طبيعيين، يعني بمعنى انه عم يتداولوا باسم، ايه انه عم يتداول باسم تنقول انه من فريق من ادار العماد عون السلمان فرنجيه محفظ الالقاب. صح. يعني طبعا 14 ادار تنقول سمير جعجع، بطرس حرب في مثلا، في 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 جان عبيد، في قبل كمان في جان اهوجي قائد الجيش، في رياض سلامي حاكم مصر فلمي. كم واحد صاروا؟ قديهم صاروا ستة. ايه في زياد بارود، في جان عبيد مثل ما قلت، في زياد، في جوزيف طربي، ايه في في كتار اذا بدنا نبلش نحكي فيهم. وموجودين وبقوة. ايه طب هول معروفين، مش معروفين مثلا مثل هو مش هني انا بنظري لا، ما رح يجي رئيس جمهورية ما عنده اجماع المسيحي. نعم اوكي، هذا مهم جدا جدا، ولذلك ما رح يجي واحد ضد الرئيس، ضد الجنرال عون، ولا رح يجي واحد ضد 14 اذار مسيحيين. 14 اذار يعني بيجي توافق ايه؟ مكه بده يجي توافق. مين هو هالتوافقي؟ هلا اذا بتحطي توافقي بتشيل الباقيين بتشيل، بتصير تشوفي انه توافقي بين المسيحيين او توافقي بين السنه والشيعه كمان. لا لا لا، اول خطوه توافقي بين المسيحيين واضح. بعدين المشكل بيصير بس توافقي بين المسيحيين قد لا يرضي الاطراف، يعني السنه والشيعه، معلين نسميها بالطوائف. صحيح، بس انا بنظري هلا بهاللعبه هاي توافق المسيحيين، يعني بزمانات المسيحيين توافقوا بطرفين، طيروا يعني طيروا البلد بعد شوي، طار البلد بس رجع غطى. بده يتوافق المسيحي على رئيس جمهورية، وهيدي صعبة. ولذلك أنا بنظري أنه اللعبة اللي تنلعب هون مأكد كل طرف من الأطراف الثانيين 8 و14 سني وشيعي عنده معطياته ولعيبة كتار، وهو اللي سألت اللي سميتي هون، كل واحد عنده خط معين وعنده انتماء معين. نعم. وكل واحد طامح بطريقة أم بأخرى، وكل واحد ما بيكذب بطموحاته. وواضح اللعبة، وهول المعروفين. هلأ في الغير معروفين أو المحببين إلى قلبك أو اللي بتحبي يجوا، أنا النظر اللي لازم يجي لأنه هلأ رح يطلعوا لك بفلسفات جديدة، مثلا فلسفة إدارة الأزمة. لأنه حل الأزمة مش بين إيدينا. أنا جاي أقول لكل هالأشخاص اللي طلعوا لنا فلسفة إدارة الأزمة أو تدوير الزوايا، ما جربوا يديروا هالأزمة من وقت من ولدت الأزمة وفشلوا فيها، ولذلك إدارة الأزمة مش بمستطاع الأشخاص اللي نحن عم نشوفهم غلطانين. إذا نفكرك صحيح بدنا واحد ناجح بحياته بمهنته، بس بدنا واحد كمان أيضا يكون يعطي أمل بهالبلد، يعطي أمل للشباب، يعطي أمل بالتجدد، يعطي أمل. هلأ بينبسط كميل زيادة بس يعطي أمل كمان، يعني رئيس جمهورية كمان بما يملك من صلاحيات ما بيقدر أكثر من أنه يمكن يدير الأزمة. والله رئيس جمهورية يعني حالي مثلا هلأ على كل حال، بس ما كفي معك أنه عددت أسماء بس استثنيت إمكانية التمديد. لا لا، قلت وهذا الموضوع قلت مش سلمان، قلت مش سلمان أول واحد، أنا بعتذر. على كل حال بس موضوع التمديد اليوم يعني
هناك من يقول أنه المستقبل كما ذكرت اليوم صحيفة الأخبار أنه تيار المستقبل يقود معركة التمديد للرئيس سليمان. وتقول الصحيفي أنه بعد إعلان عضو كتلة مستقبل نائب هادي حبيش أن الكتلة كلفته إعداد دراسة دستورية في اتجاهين: الأول إمكان تمديد ولاية رئيس الجمهورية، والثاني إجراء تعديل دستوري لإلزام النواب حضور جلسة انتخاب الرئيس الجديد تحت طائلة الفصل من النيابة. معنا النائب هادي حبيش مباشرة على الخط، تنشوف يعني هل مزبوط يعني هناك هذا التكليف وهذا الاتجاه؟ نهارك سعيد استاذ هادي. نهارك سعيد تدولي لك ولأستاذ رياض ولكل المشاهدين. شكرا على سادي. شو بتقول عن الخبر اللي أوردته صحة الأخبار؟ لا أنا بصراحة يعني الأخبار عوضتنا على تبهير الأخبار شوي. للأسف الموضوع هو بصراحة أنا شخصيا صرت قايلها بأكثر من محل بدون تكليف من أحد، أنا شخصيا بدأت بدراسة دستورية طبعا للوصول إلى اقتراح تعديل دستوري، بدراسة اقتراح تعديل دستوري يعني للوصول إلى تفادي الفراغ في مؤسسة رئاسة الجمهورية، انطلاقا من الأسباب الموجبة القائلة بأنه البلد قائم على توازنات في ثلاث رئاسات بالبلد، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة ورئاسة مجلس النواب. الرئاسة الوحيدة اللي معرضة للفراغ وفق الدستور اللبناني هي رئاسة الجمهورية. وببلد قائم على توازنات لا يجوز أنه نترك هذا الموضوع كل ست سنين رئاسة الجمهورية تكون عرضة للفراغ. رئاسة مجلس الوزراء في حال راح الرئيس بيستمر بتصريف الأعمال، صارت الحكومة بيستمر بتصريف الأعمال. رئاسة مجلس النواب غير معرضة للفراغ لأنه يا مجلس النواب بيمدد لنفسه يا بننتخب مجلس جديد وبالتالي بيضل في رئيس مجلس نواب. أما رئاسة الجمهورية فكل ست سنين بدنا نشوف كيف بدنا نأمن نصاب جلسة انتخاب رئيس جمهورية تنوصل إلى انتخاب رئيس جمهورية. من هالمنطلق انطلقت من هون لحتى أروح أقول أنه في حلين لهالموضوع. الحل الأول هو بإجراء تعديل دستوري يقضي به انطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام، يقضي به استمرار رئيس الجمهورية في حال خلصت ولايته وما تأمن نصاب لانتخاب رئيس جمهورية جديد، يقضي باستمرار رئيس الجمهورية بالقيام بمهامه الدستورية كاملة لحين انتخاب رئيس جديد. وإلا في حال ما اتفقنا على هذا المبدأ منروح على تعديل دستوري آخر بيقول أنه إلزام النواب بالذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحت وفقط جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحت طائلة إسقاط عضويتهم من المجلس النيابي، لأنه اليوم النائب ما انتخب لحتى يعطل المؤسسات الدستورية، النائب انتخب لحتى يمارس مهامه يعني والديمقراطية تبعنا، ديمقراطية تبعنا بيروح النائب بينتخب مطرح ما بده، بيقدر يحط ورقة بيضة، بيقدر ينتخب الاسم اللي بده إياه، بس مش ما بيحق له بالمنطق إنه يروح يعطل مؤسسة رئيس الجمهورية. ودائما نحن مثل ما عم نشوف مرة الماضية صارت وقبل منها ب 88 صارت وبكل المحلات عم بتصير إنه كل ما نوصل إلى انتخاب رئيس جمهورية بدنا نشوف كيف بدنا نعنع النواب يروحوا ينتخبوه رئيس جمهورية البلاد. مش يعني الثغرة الدستورية ونعمل فيها نقترح فيها تعديل دستوري للانتهاء من هذا الموضوع. يعني الخبر مزبوط إلا أنه مش بتكليف من تيار المستقبل يعني تقوم بهذه الدراسة. الخبر طبعا هذه أنا مبادرة شخصية بلشت فيها، عم بعمل هذه الدراسة تنشوف بأي اقتراح بدنا نروح للتعديل وبعدين بنشوف إذا بتمشي فيها الكتلة وفيما بعد الكتل السياسية كلها سوا، لأنه بتعرف التعديل الدستوري بده تأمين ثلثي أعضاء مجلس النواب لحتى نقدر نمشي فيها. طبعا بس يعني تيار المستقبل أنت ما حطيتهم بالأساس بهذه الدراسة بصورة هذه الدراسة اللي عم تقوم فيها ونلت الموافقة المسبقة؟ أنا بعد ما عرضت على حدا لأنه أساسا بدي أشوف أنا بأي اتجاه بدنا نمشي، يعني أنا بعد ما تكونت قناعة نهائية بأي اتجاه بدي أمشي، إن كان باتجاه بقاء رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة أو باتجاه إلزام النواب بحضور جلسة الانتخاب. طيب شكرا لك يعني على التوضيح نائب هادي حبيش عضو كتلة تيار المستقبل. هذا يعني دائما نحن عم نرقص على شفير الهاوي انه ربع الساعة الأخير ما بدنا فراغ. خي ليش ما بنعمل انتخابات؟ لأنه يمكن ما عندك إمكانية تعمل انتخابات، ما عم يعني بدك. طيب إذا ما عندنا إمكانية نعمل انتخابات لا بنقدر نعمل مجلس. ما هلا بعدك عم بتقول رئيس جديد بده موافقة. إذا ما عندنا هالإمكانية كلها وإذا رح نضلنا نرقع هالبلد وإذا رح نضلنا نقول للناس ما تخافوا بكرة أحسن ولبنان لا لبنانان وعيد وطني للاستقلال 70 سنة، يعني شو بدي أقولك منقوص الكرامة والسيادة والحرية. طيب إذا رح نضلنا عايشين بهالشيء وعم نكذب على الناس
ليش بتستغربي إذا قالوا لك طافت وبتزعلي؟ وليش بتستغربي إذا قالوا لك نحن سرقنا بتزعلي؟ إذا نحن قبلانين بهذا المنطق يعني نحن مشاركين بهذا البلد وبقتلوا وبذبحوا ونحن ذبحناه وعم نذبحه مرة تانية. ليش نحن ما برئيس الجمهورية الآن بيطلب إنه يعمل قانون، بده الدعوة إلى إقرار قانون انتخابي هلا؟ ليش ما بنعمل انتخابات قبل المهلة الدستورية لدعوة النواب لينتخبوا الرئيس؟ ليش ما بنعمل هالشيء؟ سؤال. لانه ما انه بعد ما عندنا قانون انتخاب جاهز. ليش ما عم تجتمع فيه لجنه عم تجتمع وعم تدرس؟ عملت اجتماع ضحك الدقون. ليش ما بنجي بنقول هلا تفضلوا نزلوا يا شباب عندكم جمعه بدل ما تقعدوا جمعه لتنتخبوا رئيس جمهوريه او تمددوا او تعدلوا القانون. تفضلوا يا نواب اللي مطعون بشرعيتكم، تفضلوا قروا قانون جديد هلا بدل ما تكونوا قاعدين هلا رايحين تعملوا سكي ما بعرف وين انتم واصحابكم واهلكم ومصرياتكم. تفضلوا وما عم تشتغلوا هذه الأسوأ. هي القصة لأنه مش مالهم جلادة أو مش حب يعني، لأنه ما في كمان يعني ما في اتفاق على أي قانون بدهم يعني يمشوا فيه. يعني شفنا كل قبل ما يمدد المجلس نفسه، طب ما شفنا كل الاجتماعات اللي صارت والطروحات اللي انطرحت ورجعنا اختلفنا على موضوع وفق أي نظام وفق أي. إذا هذا البلد فشل وهذا النظام فشل، وشغلي لازم تعملوها وتحديدا معشر الإعلام والإعلاميين أنه هول السياسيين فشلوا، لا بدي ضوي عليهم أعطيهم شرعية بقى، فشلوا وعم بيفشلونا ومفوتين على استحقاق. الآن إذا ما صار في انتخابات رح نفشل من أول جديد، رح أنا مثل ما شايفك رح نوصل للربع الساعة الأخيرة ورح يجي الضوء من شي محل. بس إذا ما إجا هالضوء مثل ما عم بقول الأستاذ هادي شو بنعمل؟ ما بدنا نفوت بفراغ، أنا معه، بس أنه شو عملنا؟ كله صار مطعوم بشرعيته، كله مطعوم بشرعيته. يعني خايفين نعوم الحكومة أحسن ما هي تصير، أحسن ما تصير نعيط لدولة الرئيس مئاتي فخامة الرئيس مئاتي. خايفين إنه نعوم حكومة بروح الرئيس المكلف اللي صار له 9 أشهر ناطر الشباب يتفقوا وهو ناطرهم. طيب الأزمة موجودة وواضحة من التكليف للتمديد لإلهم واضحة. إذا نحن نحلها بانتخاب الرئيس مو غلطانين. لذلك أنا بيجي بقول تعوا يا سادة القوم عدوا قبل الأعياد قبل ما تنبسطوا وتعيدوا، عيدونا بخبرية جديدة تقولوا نحن اتفقنا نعمل قانون انتخابات جديد، هذا هو واتفقنا وما تخافوا من المألون علاق، ما أنتوا جحوا أهل بيته رح ترجعوا. وتفضلوا يا نواب أنتوا رح تجيبوا يا نواب مجد منتخب لكم أنتوا رح تجيبوا رئيس الجمهورية، هيك تطلع من الأمباس استراتيجيك. أما هلأ عم نرجع نحن نرقع هذا النظام مرة واثنين. ما بعدك عم بتقول يعني وهون زحط على شوي لسانك، كنت عم تقول بين الانتخاب كنت عم تستعمل كلمة تجديد، يعني مثل كأنه هيدي الطبقة عم تجدد لنفسها بالانتخابات. طبيعي. انه رح ترجعوا هن زيتهم وما رح يخافوا. بس ليش انا بس انا عم زدت قشرة الموز ليصدقوها ويسحطوا عليها، لانه هن لا يمكن ان يتفقوا الا على منطق واحد اسمه النسبية. واذا اتفقوا على نسبية مهما كانت شكل الدائرة، هذا الطريق الأساسي لتجديد النظام وهذا الطريق الأساسي لاكتساب شرعية جديدة وإدخال نخب سياسية جديدة إلى البلد، لأنه ما رح يقدروا يتفقوا وهيك صار من سنة إلا على منطق النسبي. سبحان الله، فهلأ صاروا نسبية أرثوذكسية نسبية على مستوى فلان أو فلان رح يتفقوا. ومثل ما كنا عم نحكي أنه الدوائر مش مهم، في مناطق في بلدان دوائر النسبية على حجم دائرة على حجم نائب أو على حجم 5 أو 10 أو 30 أو مثل هون فيك تعمليها على المتوسطة أو الكبير، ما مهم، مهم فوتي منطق نسبي. بس يفوت منطق النسبية هذه القوى السياسية اللي قاعدة ومشرشة بدها تبلش تتفكفك. هذا هو، مش هناك أنا بقولون تفضلوا، يعني بس يتفضلوا وبس يتفضلوا ولن. يعني ان شاء الله هيك بشي عشوه بشي لقاء بشي قعده حلوه، في منهم بيشربوا في منهم ما بيشربوا، على كاس شاي بقروا النسبيه وبيجي مجلس نوابي بيحدد موعد لانتخابات، ساعتها بنقدر نقول نحن طلعنا. وقتها تزبط بيكون حصلت التسويه، يعني بيكون الباكج كله يعني صار جاهز. بس من الانتخابات الى رئاسه الجمهوريه الى الحكومه ما بعد كثير من الاشخاص ب 14 اذار كانوا يقولوا انه لما اجينا فلتمان قال ما تعملوا ما تعملوا ما تعملوا، عملنا وانقذنا البلد. طيب اذا نحن ناطرين التسويه الاقليميه من 14 او 8، طب بينت الامور انه اوقات لما اللبنانيين لو السياسيين اللبنانيين لما بيأسوا من الخارج إن كان مادياً أو سياسياً أو إعلامياً أو عسكرياً وبيقعدوا مع بعض بيطلعوا حل. أنا هلا عم بقوله، بس أنا عم بقوله طلعوا هلأ الحل أحسن ما تطلعوا بالربع الساعة الأخيرة، لأنه حل ربع الساعة الأخيرة حيكون حل غير إنقاذي.
نعم. طب بس كمان يعني انه بغض النظر عن انتخاب النيابة، انه مثلا موضوع الحكومة هلا، الحكومة التصريف العامل، انه كمان فجأة الرئيس ميقاتي قرر ان يستأنف انعقاد جلساته وشاف انه من مصلحة اللبنانيين. طب ليش مش من 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 قبل بوقت اللي كان الكل عم بيدعي تيقعد؟ انا عجبتني لعبة الرئيس ميقاتي، وانا بنظر الرئيس ميقاتي يعني مع الوقت عم بيصير السياسي الاول من الطراز الرفيع في لبنان. يعني عم بيزاحم الرئيس بري بهذا الموضوع. اول شيء تكليف صار له 9 اشهر. نعم. طيب هلا بتنطري شهر 2 3 4، هو نظر 4.5 5. طيب ننطر الازمه ببلجيكا، قربنا عليها وقطعناها، طيب مبين انه التكليف رح يطول الى 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 امد طويل جدا، او ما رح يصير في حتى تكليف. طيب لذلك في المده الزمنيه. 2، عم بيحملوا مسؤوليه من النفط، وهي النفط النفط النفط، ما في شيء غيره. هلا يتفقوا على النفط بحلوا البلد، النفط الى امور الثانيه، لا التعيينات لا الطوافنات لا اليه. اجوا قال لهم طيب اذا انتم عم تحملوا هالحكومه المسؤوليه تفضلوا انا جاهز. قلب الطاوله عليهم. فجاه اكتشفنا انه هو جاي عم بيقول تعال نعمل جلسه، صارت الناس ما بدها جلسه. فاللي كان عم بيحشروا بالزاويه قام حشروا بالزاويه، هلا ما بدنا جلسه. طيب ما بدنا جلسه، استمروا بهذه الازمه. لكن القصه قصت كلها لعبه تكتيك سياسي ومش مصلحه لبنان ولا اللبنانيين. اهلا وسهلا بكل البلد تكتيك سياسي. هلا صار ميشيل عون هو بأيد سمير جعجع على رئاس الجمهوريه، هذا تكتيك سياسي قالوا محبه مفاجاه اجت. هذا لا هذا تكتيك سياسي، انا بسميه تكتيك سياسي. هذا مزحه. طيب ما في هيك سياسيين اوقات بيمزحوا اوقات عندهم نحفاتهم اوقات عندهم تكتيكات سياسيه. مين ما زدت اسماء وحرقي اسماء وجيبي اسماء وربع الساعه الاخير هذا بيجي بالباراشوت، هاي تكتيكات سياسيه. يعني مثل ما قرينا كمان اليوم انه يبدو الرئيس ميقاتي عمل هيك سلسله مشاورات مع الرئيس سليمان، مع الرئيس نيورا، مع وليد جملاط عبر الوزير وائل ابو فعور بموضوع يعني انعقاد جلسه لمجلس الوزراء. ما في هال لهفه لهالموضوع، حتى الوزير وائل ابو فعور. هون وليد جملاط شو موقفه برايك؟ تصديقك وليد جملاط؟ ايه بس ما دخلنا بهذا الموضوع. بس انه اول شيء اهم شيء الرئيس وليد جملاط همه الاساسي انه يكون في حكومه وحده وطنيه. 2، همه انه تتالف الحكومه. و3، هو بده تمام سلامه يتالف الحكومه. بس هو كمان عم بيقول انا مش مستعد فوت لفراغ رئاسي. فطيب اذا هلا كل هالشروط هذه موجوده وعندنا هالحال شو بنعمل؟ انا بنظري تعويم الحكومه بلش ينطرح كاختبار معين لنشوف مين ضد مين مع، بس قريبا بده يصير واقع. يعني رح يصير مطالب القوى السياسيه. بس اذا كمان وصلنا للفراغ مثل ما قلنا انه هل يسلم البلد الى حكومه فخامه الرئيس ميقاتي؟ إلى فخامة الرئيس ميقاتي وحكومته؟ لا معلش، لا بمرحلة من المراحل نعرف انه ليس رئيس الحكومة هو. خليني يعني اذكرك بمرحلة المراحل المجلس وزراء مستمع. الرئيس امين الجميل بربع الساعة الأخيرة شو عمل؟ طلعوا لعنده وكلف الجنرال عون. ووقتها صار في حكومتين، حكومة الجنرال عون وحكومة سليم الحص. يعني مش يعني مش بعيد علينا ملعب رئيس الجمهورية كمان، مش بعيد علينا كل هالقصص. نحن بلد ما عنا لا سقف ولا أرض. ممكن يعني التاريخ يعيد نفسه ببعض بلبنان؟ ايه؟ نحن ما طلعنا أصلا من التاريخ، بعدنا بالتاريخ، بعدنا عايشين الماضي 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 ما وراء يعني وراء. أنا بتذكر لما أنه شو الموارن عملوا بالدروز، والدروز شو عملوا الموارن بال 1840، والسني والشيعي بعده بعينه بيعانوا من كربلاء ومجزرة الحسين. وبعدنا لهلأ بنشوف أنه المسيحي والمسلم يعني مش كتير مرتاحين لبعضهم. يعني عندنا هالكم لحظة استقلال من هون، ميثاق وطني من هون، لحظات تحرير ومقاومة من هون، بس عنده كم لحظة عابرة بتاريخ الطويل طبع هالبلد. تاريخنا نحن عمليا نحن عايشين ما قبل التاريخ، يعني شو إذا قصدا مثل ما عايشين مثل ما شفنا بنفق الكوكودي كمان. لا هذا بالواقع الله فيك. يمكن قبل كان احسن لان ما كان فيها لو ما في نفق ما بنطوف مزبوط. يمكن لا بدنا النفق بس بدنا ينشغل مزبوط ويتنظف مزبوط وينعمل مش عايز على استبريق الزيت. انا نظري فالج لتعالج. مثل ما كنا بنحكي انا وياكي، نحن بحاجه الى عقد اجتماعي جديد، نحن بحاجه الى لبنان. وهلا مش وقته. لا وقته، بس بدنا هالشباب ياخذوا قرارهم. نهى الحديث هلا يعني نحن لهون تخلص حلقتنا نحن وياك استاذ جاد الاسعد. كل توفيق انت بخير وانت بخير ويعطيكم العافيه ان شاء الله. جربوا قد ما فيكم ما تغرقونا على طريق المطار. انا ببيروت ما خصني بطريق المطار. انت لا النفق ما عم تقول كمان. انا المضخه بالنفق المضخه بس اوكي
هيك حتى نحط كثير مهم النيونس مسؤوليات بموقعها. صحيح. شكرا لك، شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا، والى اللقاء في الغد.